تسكى سيديدات صفحة الليح بغل صدر يلا بو أبو حكيري قال الخدابي الشيخ خدابي وحيري وانك بخاري شرح وغري نحجر أدب صوغات قاتل نكاس محاجة أساق وغري شرح بخاري خدابي أبو حيري وقال أبو عبد الله أبو عبد الله يا وحيري أبو عبد الله وكنية البخاري بخاري كنيدي أبو عبد الله أبو عبد الله يا وحيري معنى الضحك هنا الرحمة لحكيك هنا هلكن هنا ذم حيث فحديث مرك اللي جو يضحك الله إلى رجلين أبو عبد الله يوحي لحكيك ماشن رواية كسوغا والرحمة هنا ذم مرك ولو رواية ذي متنجي وشيء مركز خدابي هنا ذا خدابي مر ولا جاي ومتنجي بخاري أي كوقري إنه بخاري يري الضحك هنا هلكن هلكن محيطة والرواية ذم بخاري يضحك الله إلى رجلين أنجبنا والرحمة قلت أنا وحنا ليوير مرك بخاري واحد عايز فتح الباري الشيخ اسكالي ابن حجة عسقلاني أنا وحنا ليوير إلا هذا الكاسة وحتوسنا إنه نسخة كواركي بخاري النسيل خدابي وكواركي أنا وحنا ليوير ابن حجة هدانا هاي ولم أرى ذلك أنا وما أنا أركن في النسخة نسخوين كما أنا أركن التي وقعت لنا من البخاري نسخة أنا وأن شرحها يوقع أنت أنكو هايو كما أنا أركن وير إنه يكو قرنت هاي ضحكة إنه بخاري كو أولي الرحمة لكن waxa idilaac ku sameeyay sida hadalka laga fahmay xaqiiqda khadaabiga nuskhadiisa inuu ku qoray ilaa uu ku diiday wuxuu leeyahay anigu ma hayo nuskhadaas waxaad ka fahmi marka khadaabiga markuu isagu leeyahay qaala abu abdullahi huna inuu asagu ku sheegay nuskhada uu idilaac ku sameeyay oo daalacday laakin ibn hajar uu sanasoo marka gacanta ku hayo nuskhadiis waana jirta kutubta ikhtilaaf nuskh qofin gari kartaa ma jirta taa kutubta hadaan haysanaba intaas oo nuskh isku khilaafaysa marka anigu nusqada aan sharxay kum matnigeeda kuma arkin wiir bukhari inuu awlay laakin maca dalika wuxuu asagu leeyahay nusqadan kuma arkin xaafid ibn xajar al-asqalani wuu ku qanacsan yahay inay ka sugnaatay ta'wiilka bukhari dhexgu awlay maxaa yeelay inay ka sugnaatay waxa daliil u ah intuu soo naqliyay oo isaguna hadal kale ku darsaday intuu soo naqliyay ayuu hadal kale ku darsaday tii markii hore juska lixaad aan ka soo gurinayay safxada afartanaad قال الخطابي قد تأول البخاري وضحك في موضع آخر قلت ويدل على أن المراد بضحك على إقبال بالرضا تعديه بإلاء إن السلاسة يوحى الدليل وير إلاء إنه كجد باي وكو قنع سين سمارك تحافظ لكن وحو ردنا أيو وحيتها النسخة إذا كما تعلو يجب ولعل الخطابي اطلع على نسخة من نسخ البخاري خدابي مركا يسقو حوضة على عدد النسخوين كم إذا النسخ دي بخاري لكن ابن حجر وحو رانو النسخة اسمها أيو hadalkaas marka hadii culimadii xufaada ahay ay ku daalacdeen nusqo matniga inay ku qoranta laakiin nusqada ibn xajar aysan ku qorayn waa hadal saabida oo sugan taa ikhtilaaf nusqo waa u buuxa kutubta su khaas ka sabar mid kale waxa ku qancay bayhaqi inuu bukhari awlay waxa ku qancay khadabi waxa ku qancay fathul bari sheekha alifay ibn xajar al-asqalani ila intaas uu kitaab ku qornayna hal qof oo ku bushisa lama helin ila qoladan maahan marka anagu waxaan ku qancay wixii khadabi ku qancay اه انو نسخه كو دالعدي بخاري ما تنغيش وحن كو قنعني وخي حافظ ابن حجر العسقلاني كو قنعي وحو كو قنعني وخي امام البيهقي كو قنعي او نسخه اني كو قريده او لاغه هلي سمارت marka sanad uma baahna markaas marba hadii matnigi bukhari nusqooyin kamida xufaad islaamku ay ku taalacdeen la yahtaaju ila sanad sanad uma baahna mida kale waxa la yiri waxa la soo gaaray meeshii ahayd ماشي أهيد وحال سوق قاري يشاق إمام الشافعي بين أبورة كي أمد يبني فكو بين أبورتين وأن العشارية كجرة وبخاري ويروى ضعيف وابو داود ويروى مرجي وكذا انت أصب بين اللي قتري أهل سوق قاري هاتنا وبين أبورة الشافعي موقت وحال إن كان وحو الديدي هاي شافعي العقيدة عن لي وديدي ورتها هو إلى هذا وانديدنا هو صح ولا جينا مقرا إمام شافعي على قداس ليه صرت واحد بينا إمام كان أنا وكبير أبو رنمين وواحد بينا واحد كجيري هاي واحد اللي يري نكمل في كتاب قوري منها عقيدة للشافعي منها عشارقة وحوها نين سلامة وستري أنت وحي على بعض إلى الله وش وسكع قبلي جير لا هي متنى واحد قور كتاب قرت عبارة دي أنا حصصا سيد ماشي افتراءاتك يا هيد ماشي انكسفني افتراءاتك
أيوة كفرنا. هاي هاي هو ها إمام الشافعي. القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيت ما أخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهم الإقرار بشهادة أن لا إله إلا هو محمد رسول الله وأن الله على عرشه في السماء يقرؤ من خلقه كيف شاء. الجواب أن هذا كذب وافتراء على أساس الله من الصحة، وإليك بيان ذلك. هذه العقيدة مدسوسة على الإمام والدودوبي كما ذكر ذلك الذهبي في الميزان في ترجمة محمد بن علي أبي طالب العشاري. قال الذهبي أدخل عليه أشياء أشياء إنك تسكدح قلي جرين فحدث بها بسلامة البادر المستشير منها وحاكم الأشياء وكل شيء يجري بادر. حديث موضوع في فضل ليلة عاشوراء ومنها عقيدة للشافعي القاتل الغبك وحاكم الأشياء وحيالها أنك كان وبنت كل شيء يجري عقيدة إمام الشافعي أولية وحليري عقيدة أنك كان وبنت كل شيء يجري وعشاري قال لقلنا قدنا أيوه وإمام الشافعي وكبين أبورتي مدان قران اني تهيا وشاغ اني كان كتاب قريا لي مدان هي مد كلا اني هي مد كلا تايسو سورتك المحلي مدو بينكو شاغ وفرس او مدان اي سنه هين وفرس يا مدان ان الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء الا ذهب يقول يري منها عقيده للشافعي عقيده الشافعي اكمل وخيالها بنت وكو شاغ اني كاس او بين ابو ردكا مرك منها عقيدة للشافعية الإسكيرية ندى إليه تهيأ وشيء قال لي كتاب كفري سو منه قن كرتال لي روح خلاص دينا إنه خش يا إمام الشافعي ما لو بيرز وأما لحم مجد سو كراع موت أدي جيت هاي والهذا وحاجب تا احتمال كاس وحول إمام كراع هدي إن كانوا إمام الشافعي اللي ذا عقيدة وكورية مت صحيحة يا مت باطلة لبع عقيدة هدو كورية aya dee kartaa ma mid aan mid u beento ku sheegay mise waa mid kale ihtimal waxa uu iman kara laakiin aqeedda imaam shafiic ushaar uu ka wariyay oo mid aan beento ahayn maba jirtaa hadda mid kale haysana keenay waxa ihtimal isuu dili mid kale suurtagal marka la leeyahay minha aqeedda shafiiciya li ninka aqeedda shafiic ka wariyay waa ushaari oo sanadka ku jira beento ku jira waa ushaari ushaari miya jirtaa hadithan عقيدة كلو إمام الشافعي كوري مية جرت مركز إيمان الله مدى أنا ليت مدى كلامي كون يا وشاعر نكن كتاب كقري مركز إيمان الله ما جرتوا وده كلو كقري تاسوا مد شفارة كلامي كون يشعروني وحيت هاي وهاي راه كبر دقبة كبر دقبة من كان إنه يهاي من معناها إذا كيسة أو عشارقة وصدا صيت هاي عشارقة كل اسمه ورينا لي فكلا جرا لي فكلا جرا وإمام الشافعي هذا كان كوري لا إنه عشقي شوقه oo dadii salgaas uu ku joogo qalgiisana soo doono ugu soo dhawaado ilaahay bashaarigan maalinin kala jira liir oo jira haye muxuu yahay abul xasan al hakari yaa liir ahliir abul xasan al hakari taas waxay la mid tahay kal mustajiri bin naari min ramda waxay la mid tahay nin bacaad uga soo cararay inuu cagaha uga gudbo ونا عرري ضب مجن قلي غير حقهم كعررة بعد وكسو عرري وبعد قوي كل اللي هي بالضب كاس أنا حوجا أنا عرر أبو الحسن هكاري ويا ذهت مر هكاري وأنن كدر أنن كان عشاري كان وكدرني عشاري وكدرني ميزان الاعتدال أيوب بن حجر عسقلان الشيخ البخاري واحد اللي ترجمه ديش ميزان الاعتدال wuxuu ahaa nin kadaab buu ahaa beenaana ayuu leeyahay wadaaca kaana yadacu alahaadiisa biasbihaan meesha asbihaan la yidhaaho axaadiis oo meel inta iska camartuuni jira qaala rasuulullah been ah usaga deji jir iska camari jira hakaariga la sheegay hay marka ninkan cushaariga oo hadda la leeyahay kaba dhigba ninkan inuu cushaari beenaale yahay nin kalaa jiraa la yidhaah hakaariya wariyay war hakaarigu waa ninkaas isagoo asbihaanka axaadiis ku deji jiray وميزان الاعتدال وكله يهي ابن حجر العسقلاني تنو يهي نين كذاب هذا اللمبر كي كمان نسو قرين لكن هو كسو قرين إن شاء الله تعالى ميزان الاعتدال كذاب وها تنال وها أصلا كده رمب نكان هكاري يا طران لبدل يعشاري قاب الرمب وكل مستجير بالنار من الرمضاء كل مستجير بالنار من وإن بعد كلهم تكسوا عليه حقا بلوضح سرا النار انت الغير مرقا ضب دخيري لسن دلغاني
فهو بقى سمر وعلى يريها الدنا كيف الله قاليها الدنا كيف وعلى اللي كان من شيء هاي من شيء هاي صفاتك إلهي إنان معنوه ذا لدحق لين والله معنينين وحو اللي ديدين هاي وحوي وحو اللي يري وحو اللي أقولي هاي معناها إن الله معنيوة لكن كيفية واجرتها اللي يري الله بندكو واجرتها كيفية واجرتها اللي يري الله بندكو كيفية مركة الله بندكا أيوه وحو اللي يري وحو الدين الله صغات كيفية وله إليه يجرته يري وحو الله صغات إمام مالك وحو اللي يري الله يري الاستواء معلوم والكيف مجهول استوى هو معلوم لكن كيفيه فلقى جاهلية مركب مجهول هديبا اللي يروى لقى جاهلية هاي اللي يري وحال اللي رحان ماشا كفاهمينا انا يجرته لكن انا وانا نقول حواية دا امام مالك مجهول واي كيفية لكن واجرته انا نقول معاي لو واحد جرى ايال الوحو كما هو يري انو جاهلية ولقى جاهلية لكن وحان جرمبا مجهول لم يرى شوف هذا سؤال روريان هدنا شوف هذا سوحيت هاي فرت روايات كإمام مالك قال استوى مركي نكو ويدي استوى شاف روايات كقصة أروري كيف يلا وأنا وضع هذا الليل كتاب النفسي جان أم لين روايات صحراء مركي إمام مالك لو يدي قال لي ركور الاستواء طبع الباري جزء 83 صفحة 400 وحل سؤالي كتاب بين يرايه كور هذا أوزاعي مالكي ثوري ليت بن سعدي أحاديث الصفات كور هما أن الروح كما جاءت بلا كيف سمارك وأسند البي هذه بالسند صحيح سفيان بن عيينة كل ما وصف الله به نفسه فتفسيره تلاوة وسكوت عنه وحي إلهي سكوت المعنى من حويري فصر كيسا وإن لا آخر يوم لقنا آمسه ما هل معنى يوي هل معنى يميع فتفسيره تلاوته تفسير كيسا وإن لا آخر يوم وسكوت عنه لقنا آمسه مذهب أهل السنة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بلا كيف وحاصلنا محبيها يجوزك ثواني سدحات مذهب بارقة صفحة أفر بغل هي صدقة بلا كيس ترمذي هذا نفير وروى ترمذي في بعض فضل الصدقة روى فضل الصدقة ترمذي الحكوري هذه الروايات نؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف كيف لما ذكر كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمروها بلا كيس عرف كيس كم رجلين كيف لما انت صدن وبلا كيسية كان سفيان الثوري وفقيا كسب جرين فتح الباري جزء كمان يسدح على فرض غلية صدقه سفيان الثوري شعبة حماد بن زيد حماد بن سلمة شريك بن عوا أبو عوانة لا يحدون إله سود المجلجر ولا يشبهين ولا يشبهون ويرون هذه الحديث ولا يقولون كيف كيف لما يسنده جرين سمارك وحنس عليه وحياة هيد إمام مالك مركي سؤال اللي ودي فتح البارقة جزء ثمانية سدحات صفحة أفر بغلية صدبه وحليه إمام مالك مركي اللي يري كيف استوى وحو يري الرحمن على العرش استوى كما وصف به نفسه ولا يقال كيف كيف أنا لم أذكر محايل وكيف عنه مرفوع سماء وكيف عنه مرفوع سنة كيف نمحوه أخرج البيهدي بسند جيد قلت السنة وقص حسن رواية إمام مالك وكيف عنه مرفوع واي رواية يقوى الشيخان إلهي وكيف مجهول والكيف مجهول كيف يلو وقت لكم ولا جاري هاي ورواية ضعيفة صح كجرنا ملا هنا الشيخان سنة صحيحة ديو هيا سنة صحيحة ديو هيا هنا الشيخان رواية عارها كوكا أن هل سنة صحيح ما شاء الله نوح نكوه إن رواية فتح الباري جزء 83 صفحة أفر بغلية صدبه أخرج البيهقي بسند جيد ويري من عجل ورواية نايته وكيف عنه مرفوع ما بجرتوني كيف إلهي والله يقري يلي رواية الشيخ يعني الكيف مجهول ورواية ضعيفة أكجر ملا سنة صحيحة كسا أروريا هذا وحي الشبهة كان أنبا وأون عشرات هنوغا هذا اللي دوننا ووجهنا إن شاء الله
هو جوجنا دينايره كان قالوا لي ماشي وكعمل ترى كاس هذا بما استاهل هو إلهي عافيا لنا اسكت جري يا عافية الله سي هذا جوابك بحمين يا لها لولي هي حكمنا وحل لي وحل ويدي إيه إلهي ما الله به ترى لي إيه بو حسن في فعل إيه به بحل لك كياني عبد عبد الله كياني عبد الله كياني ويد كريستان كان إلهي وحيد هان ويد عبد عبد هان تاسو حين نتسينه وعيري سومالي دو إني أصل كودي كريستان وضع عيام بوح أسوح أيوه كلفينا نرى الله دل بايت فهل كلمة سيخ صارم هنا نرى هاي القف عقل لي أغير بالدين إسكنا في عقل يروح وكجر معكم هذا وهو أركي ماشي أنا وكتاب كبر هذا الحياة خصوصا في هذا العصر الذي رفع كل مبتدع رايته مدعيا انه على هدي سلف صالح واحد ان كان يشاور علنك انه تاغي بدعلي علنك انه مغالده كتاغت ايوه سلف صالح اسكو شاغ وشاور وقال لنا هيوري ادب لشيء ادنا علنك جهميه تاغت علنك من الجزيره تاغت علم تقدريه علم كشيطان كسال علم كملاحده علم كصوفيه ادنا لا تاغي يا علنك يا هورتي الذي يجري رابعة العدوية ملحد يجيب الغزل بترتيبه أبناء يا علنك يا هورتي هورتي الذي هورتي واحد كنت ما ملحد لا يجري شوف يدي يا رابعة هورتي الذي عدي ملحد لا هيك ملحد أنا ما تقوى قالني قم كوسيد علي أنا سيرة هذا هي كتب هذا ومتوفر ذهبي كفيرية رابعة العدوية ده بروحه وكير رابعة العدوية بل ذهبك وحق كيري حضرت رابعة العدوية إنا لله وحق يري هي الخاشعة العابدة وكي خاشعة داهل عابدة أهي أي كسفين ذهب مرقو كاد لا يرابعة العدوية هو اسكن معروف وكتاب كتاب كسيك قرن هبينك انت يردو ويرد انت يردو ويرد هبينك مركا قفك مركو حجاء يا علم يا شبهاء يا حسوء أروريو مركا صاحوغا تذكر لقا قنعيا كو هرو هدلا يدد عقل إلهي بحيان عقلي بحيان كوا نقوا اسكان نوع من المجانين واسكي مركز هنا يا صومالي اصل كيدو كريشتاني وداهي اخبرتي هادي عادي عودية ده هيدو ملاحي ده هي اتكا اوليد الله سيدا سيدا الماما تاس انا يا ليغا مقلب ماي كلمة اولي حتى انا صاحب الغالي الله يا عافي سيدا بيب اوفي روحة هستي الله يا سيدا اسكا عافي مسكين مسكين واسكي مسكين الله يا عافي الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين الشيخ وحن بلغ قادني هكاريكي أي راهين عقيدة شافعي إمام الشافعي اللي قبل أنا أبوهتي هكاري أي أوريي أي راهين مركة هكاري قاس أيام بالدولي إنها إنا مركة وحا علماء أي كقران المركز كان صراحة القادنة أبو الحسن الهكاري هكاري أسد كتاب كان لي رأيكم أقرين هذه الواضحة وحن الهديني عشاري وها عشاري ما دام الباب إيه إنه بين لو يهي أي عداتي أي يقنا أي قرتين نينك لي لصوب حين هدنا وجبك لصوب حين هكاري أجريدهن وعقيدة الإمام الشافعي سقنا وريي هكاري قاس وحكى لي ميزان الاعتدال كتاب كليرا وذهبي وسكلي هي جزء كسدحات لمبرشا لبا يطلع جزء كسدحات
صفحة 12 أيوه قهد لي ذهبي وحو يري ذهبي. قال أبو القاسم ابن عساكر ابن عساكر وحو يري لم يكن موثوقا به من لو كلسون يهي ما هي نفت سمع ركتي هكاري يأي وعررين ويبحثبين موثوق به ما من هذا الكيس اللي قبسن كرما. وقال ابن نجار ابن نجار وحو يري متهم هكاري وحال قلته ميستا بوضع الحديث إنه حديث يسكد جسته جاب كيسا. قال رسول الله وجاب كيسا وحي رأي سنجر ساسا لويته مستي. وترخيب الأسانيد أسانيد بانبانا إنه إسسار صارت حدثنا حدثنا أنجر حدثنا فلان حدثنا فلان أنجر كاسوا أنتي وقري ميزان الاعتدال وأنك كاسوا كقريو كتاب قالوا حكا هذا لي لسان الميزان أصنع هتاري لسان الميزان وحا اسكال ابن حجر عسقلان الشيخ البخاري شرحي ايه يسوى اسكال جزك افراد صفحة ذا بقول ايه سياشن ايه شن جزك افراد صفحة بقول سياشن ايه شن ايه وقهد له وحير ابن حجر عسقلان كان الغالب على حديثه الغرائب ننكا سكاري ليلة حديث كيسا وحا اد وقفر ابدا وحيال غرائبه والله ليه ابو والمنكرات منكر اكو بغن حديث كيسا منكر بس أيها كبدا وحلا إنكره وعلم ذا يسان قادنن. وفي حديثه أشياء موضوعة حديث كيسا وحاكسه عن أشياء فربغان أو موضوعة أو اللدجيي أو بنابورة وكان يضع الحديث بأسبهان مقالة أسبهان لقراء أو حديث كيسا يدجين جري بس كنتو الشريو ديه جريك علي حديث هذه الشيء أو بنا قال رسول الله ساسوير قال رسول الله ساسوير جاب كيسا ونساس حرف الديسي قفتها كاري أكاريا من ساس حرفت دي سايا هيدو مركا هكاريا أي راهين سنة كلو كيمد عقيدة إمام الشافعي ويقول بيان أبورتان يساقون أورتا ساسا نوبا بيان ونن إبر كيساو مركا واك المستجير بن ناري من الرمضاء إن بعاد عقل كبير انت وقصوا عرري دب قد عيو ودب عرري كبح سي دب سمارك دي. وحكروا الشرعي أننا نشيقين صفحو انت بضان وحانو كودة لأننا وحي أحقا وحانو شاقنا كتاب كاللقاء الأيو هي اللمبر كيسينا شاقنا سي داتكو يكالسوني يوقعدان وورون ليسكي يريريو من طوليسي آفادي كدررة وصنو قنن شرعي وحانو شاقنا يقو السماء بن إله بأيدين شبهات كيكوش أروريين ويراهين يدني أيدين معها جمع يدين فحنا سوا قادني الدون كهذا قاموس كي الله قاموس كوقف عوين صحاح الجوهري صحاح الجوهري وقف عوين قواميس الدون كتال أسيع شيء يدين إن يتهاي أيدين إن يتهاي جمع يدين لما كان شيء إن شاء الله يجوسك ويجوسك لبعض صفحة كن لح بقول صدا إلى سجال فكتاب وين قاموس صفحات كيسو بدين كن لح بقول صدا إلى سجال صفحة سو كقري كن لح بقول صدا إلى سجال جزك اللبعات ما دل يد أيو كقري اليد القوة وجمعها أيد لقوله تعالى والصلاة بن إله بأيد أيضا سوسلق وقدي سمارك وأن اللغوية مفسرنا لغوية نووية هي مفسر نووية مركا وعك الله كم إذا هيد شبهاتك أي الشاقين كتابك هذه الواضحة وحكو قراء مسألة أنكسو قوريني سبتي صيف الصقيل صيف الصقيل وإمام المالك إنه ودى لي الشيء مكان إنه سن إله إلهين سبحانه وتعالى حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويري لا تفضلوني على يونس بن متى يونس بن متى هي فضلوننا وهي رأي أنك أن كتابك وحكس وقاتي وصيف صغير وكشي يقايو كتاب جرب مباهض واحد جرب مباهض صيف صغير وانا القبب أن أبو ارتيو صيف صغير اللون نسبيي تغيدين السبكي أسكال ويري تان أبو ردويتاس مبلا صيف صغير تغيدين السبكي قف تيرين مجرد تاريخ ده صيف صغير السبكي أسكال وحن نسبي ما يجرى marka ninkan waxaan jirin u meesha ku soo qorqoray kutubu dad islaamada daraawada isaga saar saar
dad islaamiyada culimo hore been abuurood isaga saar saaray. Marka kitaabka horta haddaan wadaabo gacanta aan ku haya hadduu been abuurood yahay haddii kale waa kitaabkaas السيف الصقيل في الرد على ابن الزفير كتاب كانوا عن كسو قولي السيف الصقيل في الرد على ابن الزفير للإمام الحجة أبي الحازم أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الكبير سمرت المتوفى سنة تضابغل كنتني يلحدي هاي تنين كنتو كيرا كورا وحن مسجد معه سيكو قنعيه waxaan haddaan ku dhex jirno masjid ma ah ee beer wey waxaan joogno beer sayid anan kasta sawa waxaan waanu soo guurineyno waa wax gacanta noogu jira walilahi alxamdu sayf saqiil shibhadan marka kale ay yiraahay yaa u nisbeeyay kitaabkan yaa sheegay inuu sayf saqiil uu qoray waxay kale yiraahayeen firadi cala ibni safiil ابن السفيل واحد جرى ما واحدين ابن قيم ابن قيم شيخ الليلة ابن السفيل لم يرى واحد ابن السفيل كتب ما من مجرى كتاب كان واحد يرى السبكي عليه مجرى كتاب ورطة وعركة إسان وسيف وصقيل في الرد على ابن السفيل أبو قرن وللإمام الحجة أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الكبير المتوفى سنة دوبغل كنت نير لحوة يا أنس بيا اللي يرمك هو يرى سيف وصقيل بل سيء أنا وقن عنه تاريخ كتبت أنس بيا لي شيخ راسين وإسكالي هاي كتابكن وحوي كتابكن ليراه اتحاف سادة المتقين اتحاف سادة المتقين اتحاف سادة المتقين وغدي أنفس أخري يا هذا إيجان مغن لكن لما ركوان بحث أستاذ اتحاف سادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين كتاب قاس أيوح وقري جسكي سلابات صفحة الطبانات جسك اللابات صفحة الطبانات أيوح وكسو النقلي كتاب كنفتي سيف صقيل حتى أنه هينو أولي هاي مسائل كاسوحا قري سيف صقيل لتقي الدين السبكي في الردي على النونية ابن الزفير أولي في الرد على النونية ابن الزفير ابن الزفير النونية دي شو ردنا وإتحاف سادة المتقين ما نكير كرانا كتابك أيان هراء أيها الشباك سوقعدي وهذا الواضح يكون ردنا أيها أيها يقول يقول حجيستي وحجك ركت كتابك كتابك أسمرك إتحاف سادة المتقين ليراه جسكي سلبات صفحة طبانات أيوك قري هو يرى سيف صقيل وحاسكله تقي الدين السبكي وحنا كره الدين ابن الزفيل ما قاعد يدين هنا وابن قيم ابن الزفيل واحد كتر ما مجران إليه هنا إسقى كتر ما كتاب تاريخ وطبعا مجلده هذا كورن دور جروح عن كسر نقلن ما ندي كران كتاب كاسي إن لو نحو جيسن كرو أيجا عرب كود كحو جيسن جري أو كسر قاضي إنه مارك أبو الحسن الأشعري مراحل أو صدح إنه سامري صدح مرحلة إنه سامري هذا كورن كتاب كاسي جريدين لكن شو بدأت ردي كده أنا هذا كور عن سوق عن إني سمح لك تجرينه لو عايز سمح لك تجرين قبل السنة ذكروا وسير كتابك وحي الشاقي يا الشاقي ذكروا أيا لسكيروا يا أنس بينا اتحاف سادة المتقين جزء الله صفحة طبعا الكاس وكفر ولي بعبارتي سيوان هجي لكن ورقدي ما سوق علي انكسر وقري ايانو ملينا هذا ورقدي ما مغط عبارة بضن انكسر وقري عبارة بضن اي انكسر وقري لكن وحن حسوستا جسكي هي الصفحة دي وكفر هاي ايوه بطنا عبادنا الحمد لله وحويري قال المرتضى الزبيدي في الاتحاف في اتحاف سادة المتقين جسك الله بعد صفحة طبعا واسدي جزك اللبات صفحة الطبانات هذه القصيدة أوير قصيدة لان قصيدة دي وحكاد لها ابن قيم أولفي أو كل الدين هي شاعرات ابن قيم هي قصيدة دار وشعر شاعرات وكل الدين هي غري هذه القصيدة أوير قصيدة لان قد رد عليها شيخ الإسلام قصيدة لان ابن قيم وشاعرات كعا يايو وحر رديه شيخ الإسلام تقي الدين السبكي
في كتاب سماه السيف الثقيل وحنا كل ردي كتابه كما عابي السيف الثقيل في الرد على ابن الزفيل قفت هذا حق هذا ناية وحو الله شهد في هذا المسجد كان وبيروح عن كل حجر لنا إلهي أمباق عن عنك ركا سمارك بدك على واحد الشباب كسر أورين تأويلك آه إمام مالك تأويلك عن سؤال نقلني أو ينزل ربنا إنه كأولي ينزل أمره واحد يراهن واحد كجر سنة كما يشاس من اللي راح حبيب حبيب ابن أبي حبيب أي كجر حبيب ابن أبي حبيبنا واحد يراهن من ضعيفة من ضعيفة حبيب ابن أبي حبيب هرتا إمام مالك من كان حبيب اللي يراهو وحوه هنجري كاتب سيد ميزان الاعتدال كنفتي سوء عبيناي قراء أيوه هاجري حروقي إمام مالك عن كهرين ومروا البابا حديث الشيخ أو قراء وحي مسائل الشيخ كقراء أيوه هنجري إمام مالك نوحا الوقي هاي ومتشدد في الرجال حق الرجال شمارك اللي يراه شروط بلان وحرا نكا ثقضاء شروط بلان أيوه حرا وكو أدقي كدق الشبه إمام مالك ننكاس قراء وكدقتي أيها أنت توثيق وإمام مالك إنه العسلين نك وننثقاء وآمني محالا ننعي على السوق هو إسكبين على إمام مالك قراء كما دكتنا حديث النبي يقر مدهن صلى الله وسلم عليه سمارك مركة اتخاذ مالك حبيب ابن أبي حبيب كاتبا يدل على أنه موثق عند مالك مالك تيزين موثق فيها مدك على أسانيد بغن يكسو أرورتي أسانيد بغن أيه يكسو أرورتي تأويل كإمام مالك كتاب كم حكى له قراءة التمهيد لابن عبد البر التمهيد مركي وروح عن كسو النغلني سير أعلام النبلاء فراجع بغن إلى التمهيد لابن عبد البر جزك تدوات صفحة بقول أفرتا إيا السدح أيه كقول وحتى أدان قبل أن ينكس إنه ضعيف يا حبيب ابن أبي حبيب وعلى هل الرجال فربضاً ونين كانوا يسن كجرين سنتك حبيب ابن أبي حبيب وورنا هيو ابن عبد البر كتاب في سليل أتميد وكوري جسكة دوات صفحة بغل أفرتين سادح وكوري سمارك وحكروا أيضاً شبائي كسو أروريين نضرب نشمي كويل كيسي آخر وضأة وضيع الرحمن بوجه بوجه وآخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله وسلم عليه بضعيف وكأولي وهي راهن حديث كان وهو ضعيف ذا حديث كان ضعيف هو هذه حديث ضعيف نغضينا تأويل كالدور ساري أصغنا مالي يلان ما يرى شو هذا سيكو سأريدي حديث كان أرتا وحقري إنه صحيح يهي كتاب كان ليراهو فيض القدير سيدنا كتابك مركا نقريني وحن لو قلت لك علي انه مختصر نقضه رسوقها قابية وحن هذا الشبهات انه يكسو ارورين دوران شبهات هذا يكسو ارورين ايان كتبت نمان كان عقيدان حنبارسان مشبهة او خارج كدبتة كتابة اي كل كوهد قريني وانا اوغي لكن وحن وقدع في ني جوابته ان كتابك وسيا هي كتاب قابان الله قلت لك علي خطبه عقائد السبعة ان لقهر مريو فكرو برارجيو أي الله تعالى قال كتاب حديث كسوح صحيح يا لي مناهج الشيخ اللي راهو وحنا كقرن يهاي كتاب اللي راه فيض القدير جزء اللبات صفحة أفر بقول يصدح كقرن وشينه صحيح يا لي فأقوله صحيح يا لي الشيخ يجو أي احتمالان حاجة صحة حديثك نفتيس الباني الباني وحنا كل صحيح يا لي صحيح ابن ماجه كتاب فيه اللي راه جزء اللبات صفحة الله بقول يسياشين شن حلو بدي كلام مكتئب علمك بالسواقاتي حافظ على البان أهم صحيح يا شيخ النفسه يسأل صحيح يا نفسه يسأل صحيح يا إيه أنك جيسنا إن ما أنا نقول حاجة حديث ومحو جيسنا البان لكن هو إقناع وفي الخصم يلا قو قنعنا سمارد صحيح ابن ماجه أي كنت صحيح نفسي نفسه يا صحيح
جزء الله بعد صفحة الله بقول سجاشن يشن وحيكلي شباك وزاروريين ايضنا ان جنبي يا حسرة على ما فردت في جنب الله اي ضيعت من امر الله وفي مجاهد انكسوا نغليني انو ساكو اولي وحيراهن ايضا نورك مجاهد وجنبك ودنع الهي وانتو اولي امر الهي وبدلي تأويل كنعه وكل حيي انه ما بقى بني راهن ان الهي دنع قبر دنع انو الهي اليهي جنب الهي انو اليهي ما قبنا تاسرت واكو صور دعين شبكت واكو صور دعين ما قبنا هدي اذا ابوكو قبن الحمد لله انت كلنا الهي ما ركتا وحنكر جينا انو الهي سبحانه وتعالى كاسو هنوري انت كلنا لكن جنبك كتبت مسادرت دنع ايو لقرتي الهي سبحانه وتعالى انو دنع اليهي كتاب كان ليرا السواعق المرسلة ابن قيم اسكاله جزكي سكوات صفحة لو بقول ايو كنتن وكسو غي مختصر السواعق وكاسو دنا مختصر كيسي كتاب الولادو مختصر السواعق جزكي كوات صفحة صدن ايو سدح جزكي كوات صفحة صدن ايو سدح وابن قيم بحولية حتى هذه جنب الله يدقه اوه على ما فردت في جنب الله جنبي يا إلهي ليه برتي ليه هاو ملايين فالحمة إنك أدى لنش سببتها عمران بن حسين أي النبي صلى الله عليه كويري فإن لم تستدع فصلي على جنبك هذا أنا أود لهين دنع دنع سيدك حديث يسموح عن كقه دين ناهو يري عمران بن حسين هل دنع عينو لهاي إلا النبي هل دنع شاقه دنع أود كويري ما هو حنك قالني عمران لا بدنا عينوها ساس إلهنا وسيلة سوكل لا بدنا عسنا كحكم مرك هذا ذيك الله صلح ما دين جنبي مرك اللي يرهل جنبي ولا يايو قام بدر على قلت حيو لو كان عبدا كنت تشتري هذه الحميستين واتكسر الله بتين وترين أنا ومقر سنين جنبي إلهنا ولا يايو ولله الحمد أنت قالنا الله ينكسر عنوني تاس هل كاس انت هسي وقود بي رحساس كمشي جنبي ما قبنا يدهن ما قبنا لكن هذا تاس نفتي تشبيه اذا كسار ميسو وحوي الهي انو شنشل ليه هوا قبتين شنشو شنشو انو ليه شنشو ايو وليبه اعتمادي الرواية دي لاميرك يكشف عن ساقي تاس وكسو هذا لانو مالينا لاميرك انو سن بجرم لاميرك انو سن جرم وكسو هذا لانو تأويلك كلا سفيان الثوري وهو معكم أصونا وكو أولي علمي اللي لجيرا إلهي علمي جيس علمي جيس إذا لجيرا وهو معكم علمي إلهي إذا لجيرا ويري وهي رأيين تأويل كان معيضة اللي أولي علمي وانقرأي ناهي رأيين كان كما قصرنا هذا مديدين مديدي انه تاسوا وافقنا هيرا ايه وافقنا لكن واحد عجيب له واحد عجيب له قلت الله بلاس بوا وافقين الحمد لله انت كلنا وان الله كسوها نوليا لنا تاسوا معكونا حبك مشيقين وحيرا ان تاسوا وافق سنة واقف سنة كي جنبك انا واحد انه ما بأمي سنبدا الله ينقل لنا عبلي بحث عجيبة وبرار جن مغن جنبك وهو معكم تاو علم وكو اولي صفيان ثوري وهو وافقي مشارب تودي أي وافقين مع ذلك وهي أمسين عقيدتين إلهي عرشك أي ذات دي سكجوغا ما لها أن كاردول كانوا يحكجوغا علمكيس ساسي قبل مكت كان حوغا وحي كهلا مشرب كودي مشرب كودي كهلا ولذا حتى كتاب كانوا مركم كقرى سفيان الثوري أو معكم كو أولي علمي سند ما نشيل أحسن هذا مانو شيء ما هذا دي هو إيسان سنة دكان كان واحد برا رجين تبنوا تاس كي مشرف كي يوافق سن سنة دوابا عنا ميا مثل مشرف كي نوافق سن وذي كي يركي بخاري يضحك أن كسا أروري شبه من كان سنة موسن شيئين وذي كي يري وكان ما هذا دي هو إيسان اللي عنو سنة مانو شيئين ما هذا دي هو إيسان كان سنة مشيئ بروفيسور لما كنا صرت حق دونا انتاسا دليل كوا انتاسا حق دونا هين تاسا دليل كوا
كي كلا مجاهد مركي وإساقنا كنت أولينا جنبك أي ضيعت من أمر الله كانت واحدة هنا نقول جنبي مواقفنا محل دي ويسن سند ماشاكم هي على سند وكان كان علمي قال لقوة أولي محل دي ويسن سند وكان وحدو قال مركب ماشو حق دونيما واحد ليراه هي واحد توازن ليراه هنا يسن ترينين سابتا كيف مشرب كيف وافقنا سؤالك كيف ما يستند الله كان ديما كيف هو قام مشرب كيف كوري ماذا وأدرى وعن لا يستند الله كان وكان كان سنة كم قرر كان سنة كم قرر كان محاد شوفه وقوس أروريوس أدري ويس سنة الله كان مسك بالسناد من الدين محاد ريوس سنة الدين كلها كم دي هاي كاس الدليل دليل أوعى إن هذا حق بني ملو يراه أي سنجرين وروح المشرب كيف وافق سؤالك شو جيد لا يو اعتراض معي طب كان سكيل لنا ما شاء الله محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه محمد هو نبي قاسع النصوص صلى الله وسلم عليه محمد محمد كاسو العاقب لعربيي لرسل ربه ربي قيس رسوشي سي لعربيي وآله وعلى آله نبي الله محمد قال كيس قال كادوش وضع الله يلا نحريسي النبي تقليه وحطعتي على النبيين ثم صلاة الله ثم سلام الله مع صلاته على النبيين الله يلا وآله الله يلا وصحبه الله يلا وحزبه نبي حزبه كيسي حزبه كادوش وضع الله يلا نحريسي النبي تقليه وليشيخ وحاو كل حجراه خطبة دي كتابك وهذا الهياء خطبة دي كتابك أيو كل حجراه شيخ حولي يا شيخ وهو بيانها محمد بيانه تاي على النبي جاء بالتوحيد نبي قاسو صنع عرفين شيخ وحاوي هاي الانبياء الاله ويسربدينهين نبي قاسو لجيدا اعرابها روحا كوبا مان انا دهوس بكتيب وعلى النبي ناسكو بيانك اما اتكبت دشد على النبي الله يالو محمد الله يالو اما اتكو بياني سيرت على النبي الله يالو محمد نبي قاسو أما إن أتقدوا خبر للمبتدئين محدثين أتكد كتير هو محمد نبي قال لشيء أيها هو نبي الله محمد صلى الله عليه محمد كأسو العاقب لعربيي لرسل ربه ربه جيس رسوشي سي لعربيي رسوشي سي لعربيي ولا جديد لقال يا حوي معناها رسوشي إلهي وقدم بي عربتوا ناشا وقدم بي سموكتا أكثر ناس وجودن بيسوي عرف كذا بقى سلاس وكلو رسول شو وجودن بيه نبي جن عليه سلاس وسلام فرسول شيء كذا بقى والله صوت على مجرم ناس المركز شافه وهذا نبي عليه سلاس وسلام وكل شيء عاقد لا عربي وكل شيء وحكت وقاسي حديث في بخاري مسلم لبرضه يورين عين فوين النبي صلى الله وسلم عليه وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي وانا العاقب الذي لا نبي بعدي وحنا هاي عاقبتي كل عربيي والنبي انا يقدم بياه النبجره حديث كاس بخاري مسلم ووضبه وي وريين وهكذا حديث كاس وريين قاضي عياض شيخ اللي الى كتاب كيس الشفاء في تعريف حقوق المصدفى ايو يسونا وكوري كتاب الحديث كما دعنا هبلين وآله وعلى آله الله يلا وصحبه وعلى صحبه نبي أصحابه شاتحابه الدشرة الله يلا وحزبه الله يلا وبعد بعد ما ذكره انت الله صوح وصيك بعد وانت الله صوح وشي محال رجلة من البصملة والحمدلة والصلاة والسلام بسنك حمدك صلك هي السلامة انت اسك بعد فالعلم وقال بأصل الدين الدين تأصل كذا اللي أقاده محكم علم قاس ومثل واجبي علي يحتاج علم قاس أصل الدين اللي أقاده وحبوبة هنية اللي تبين عبين وبعد كذا كله صحيح بعد من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام
فالعلم بأصل الدين لو قاده محتم دين تأصل كذا إن لو قاده ومثل واجب يعني أصل الدين ما هو أصل الدين دين تأصل كذا محال لغش هذا أصل الدين محال لغش أصل الدين المراد به هو علم التوحيد وعلم العقيدة دين تأصل كذا محال لغوضة علم التوحيد ك هي الدين تأصل كذا عقيدة علم التوحيد كي عقيدة اللي لغش هذا هو حال لغد الشيخ وكد عقيدة دي أصل كي وكد أصل كي دين تراني كنت هاك نيدو ولذا هذا مركب مسجد كان لديسة يدر بيديس وحب بأني أمال وسكت هاكو أساس أساس وسكت هاكو أصله بأني دين تنا كمان معرمي كرتو علم العقيدة قفكو أدوسا عقيدة كالسنين أصل كي وكبع بأسين أصل كي أيو كبع بأسين ولذا عقيدة بني مهم تهي نبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى العقيدة أكثر من 10 سنين ثمان سنة وحكى بلنا عقيدة الأمة براي وصدح يا ثمان كي سنة مكة وجوه النبي عليه الصلاة والسلام حج أمة موسم براينين صلاة مبراينين زكاة مبراينين انت أصور أن توحيدك هي عقيدة لسعى النبي صلى الله وسلم عليه أصل الدين هنا يقول مهم تهي محتم الوامد الواجب يعني أصل الدين إلا وقعد هو واجب سنة معها عقيدة لنا برات سنة معها فواجب سنة صلاة أي واجب كوتها أي واجب حقوقها لنا العقيدة برات واسد عقيدة يحتاج حبا هيا علم قاس أصل الدين إلا وقعد للتبين اللي هو عبي حبا هيا هاي العقيدة عقل اللقماء وانكره عقيدة وحيكون لسنة هاي نقل الكتاب والسنة كتاب كلاه السنة النبي صلى الله وسلم عليه وحين لقيت فهم إن لقوع الدائيو تبين كاسا يوباهين ولذا أحول الله سيئا ما في هذا العصر وقت هذا أنه جوغنا ما صلب ما لحق وقتها حد مدى إنه مهم تاي إن لو إيو تبنك بلوضة صاد كالسكوة دا بكليجت كليجت لو الله الله أبطل لو الله الله أبطل لو الله الله أبطل ساسد مدى إنه مهم تاي حلقة هذا الجو ما هي الأمواج الفتنة كعي فرر أو فتنة أو إسكراع عاية أيها كعسا ليه هو لوبا ما دام وضعك كان فوضى وسكيه ليه هو لوبا وحره وسكيه واحقا بنا يسنجر وها عجيب لي ساكا محاركة هاي ميل أو ميلشان ميلان انترنت اللوفة السلام internet aan meel aan ka fiirinay waxa soo galay qolo aqiida ka hadlays asoo gashay walaa yaabay qolad markii aqiida ka hadlaysay meesha waxa ay ORG ay ku soo gaabiyeen Taiwan code oo website code waa somali.com.org ay ku soo gaabiyeen ciwaankooda yaa boy maashu waxay ku leeyihiin lambar ay ku leeyihiin website oo laga socdo oo dadweynaha ay ka akhristaan waan ku arkay meesha ay furay waa fiiriyay safari ayaa ka buuxda website ka buux oo ku qoran waxa ku leeyahay ummada islaamka waxaan ugu yeeraynaa aqeedada toosan ee saxda ah haye waa yiri ummadii waxa lagu baabiyay shirki islaamka shirki ayaa lagu baabiyay ka buuxa oo shirkaas muxuu yahay tawxiidkii wax kale ku dareen uu yiri tawxiidkii meeshii la rabay in ilaahi lagu sinaado oo laa ilaaha illa allah la yiraahdo maxamed rasuulullaahi raaciyaan uu yiri